من زعزع بلدي. حنا التكالين حنا باش موجودين كنا كنديروها نروزو بالقمح والإلان وبالبولة بالرايب، ما كان لا ثروه لا والو. وبشويه بشويه كله كيزيد شويه. كانت المره الاولى كانوا الناس خدامين بالبوله قبل بالبوله واللبن، شويه زادوا الرايب، شويه بنادم زاد داير الروز كان كيتريني ضرب الروز مع الرايب، عجبو نشرو مع الناس، بارطاجا مع الناس، ولا كياكلو الروز. كاين اللي زاد القمح، كاين اللي زاد الإلان، كاين اللي زاد البلبوله، وغادي داكشي كيكبر. فوائد كامل الفوائد، شي حاجه طبيعيه. القمح راك عارف، القمح الروز الإلان كيقصح العظم، البلبوله ديال الشعير، كامل شي حاجه زوينه، ولكن خاصها تكون نقاوه. السير في هذا الشيء هو النقاوه والسلعه جديده. الا كانت عندك سلعه جديده كتخدم بكل رياحيه، وكتخدم بثقه في النفس مع الناس مع الكليان، وعاوتاني وجه كتخدم مع الناس بوجه. شي حاجه زوينه راه غتبارطاجيها مع الناس وغتعجبك. كاين شويه الاقبال، ولكن انا كنت حابس دابا واحد شويه المعاناه، ولكن الحمد لله انا كنت بانيه. انا بدا واحد اللحيه كنت كناكل اللي عنده الكليان ديالو، عجبته قال لي تخدم معايا جبيبنا تعاوني. عاونته تجرى في 2015، دابا راه جي واحد 8 سنين. عاونته باش كنخدم معاه، تصبرت معاه حتى 6 شهور. كنت انا ما بغيتش ناخذ لي الخبزه ونقلع على راسي وناكل على راسي. قلت انا بغيت ندير كراريسه ديالي، قال لي مرحبا شعل اخيرك صابق. انا واحد كراريسه وبقيت انا متعاقلين معاه، معنا ولد السيكتور وفهمتي براني، بقيت معاون معاه. عطاني واحد كراريسه بقى كيعطيني الرايب، كيعطيني التخريطه، وبقات المسيره بينه وبينه مزيانه، وبقيت عزيز عليه وحتى لحد الان. دابا بقيت معاه بخير، هو دابا مشى وانا بقيت درت كروس، بقيت معاه واحد العامين، درت واحد الكروسه لراسي، ومع الوقت شويه بشويه درت كراسه ديالي لراسي، ودرت التخريطه ديالي، والمولده ديالي كتعاوني تصايب لي التخريطه، كنصايبوا الرايب وكنتعاونوا على المصاريف وعلى كلشي. دابا الحمد لله راه تزوجنا ولدنا. هاد الكروسه هادي راه معيشه 4 الناس، وعطا اللي خدام معايا، ولكن كبير الكرش تفرق عليه. كنا ناكلوا شويه، القناعه هي كلشي. القناعه في القليل باش كيجي الكثير. لا لو خدك كاع غدبر على راسك بالكثير، كاع غتكثير وما كنفاش القناعه غتمشينا. ودوزنا ضروري كدوز التجارب. دابا راه 8 سنين ديال الدومين، ضروري ما كطيح وكتنوض كتجمع الفلوس، وما كتعرفش عاوتاني الاغلاط، رفع السوق، عاوتاني كطيح وكتنوض عاوتاني. ولكن الحمد لله وشكرا. كاينه الخدمه خويا في جديده، كاينه الخدمه في المغرب كامل، ما تقولش لي ما كايناش الخدمه. مهما كتدفع الكروسه وكتقول توكلنا على الله وتصلي وتقول توكلت على الله، راه ربي ما يخيبش لك رزقك. راه شحال من واحد راه كاع كبرونا والدينا حنا راه 1000 ريال في النهار، 40 درهم، وكبرونا وشراو ديور وشراو عباد، ولكن مادام كيصبر راه بالقريب كيجي لك الشيء. والشباب ديالنا كاينه شويه الحظيه، ولكن ضروري من الصبر. الا ما كاينش الصبر راه ما كاين والو. بنادم ينوض يدبر على راسو، نوض يدبر على راسو باش ما كان يدير اي حاجه، وغادي تصبر. ماشي اوندر ديبار غادي تجي وغادي تخدم. شي دابا تسمع شي دابا كروسه ديال الرايب، ولا غتسمع شي دابا كروسه فيها الفلوس غادي تخدم، راه ماشي اجي وغتخدم، راه غتصبر واحد شهر شهرين بما درتي بيبليسيتي ديال الكروسه ديالك وبنادم حببتي الناس وغتصبر. دابا حنا دابا كنت حابس واحد 6 شهور، وجيت في هذا الشهر الفضيل عبد الله، شهر رمضان وشهر ديال شعبان رجعت، ولكن رجعت واخا ما كنفكرش دابا في الرباح، كنفكر كنتهلا في عباد الله وبالكثره باش تدخل تكسب في الكليان عاوتاني. والحمد لله وشكرا لله. الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطوال العمر. وبنادم شويه الصبر وشويه الصاله، شويه ربي وشويه العبد، والصاله هي كلشي. ما كاين الصاله راه ما كاين والو. دابا كون رجعت نصلي ما غنبانش لك بهاد العقليه وبهاد المونتيفاسيون، راه بالمونتيفاسيون من عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله وشكرا لله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.